الناس كديرين لاباس عليكم، كديرين مع الصحة، هانيين ناشطين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال نتوما وليداتكم وعائلاتكم ان شاء الله يا ربي. المهم هنا كيف ما كتشوفوا البنات، نهار جديد وفيديو جديد معاكم. فيديو نهار اليوم روتين مميز كيف ما كتشوفوا اخواتاتي. المهم بغيت نشكركم بزاف لهلا خديكم عليا، والله يحفظكم ليا يا ربي، على الدعم ديالكم، على التعاليق ديالكم، على اللايكات ديالكم، على كل شيء. وحده وحده كنعطيها بوسه وكنقول لك الله يحفظك ليا. المهم هنا كيف ما كتشوفوا البنات، نهيرت اليوم قلت نحيد عليا البنات، راكم عارفين دابا راه عاد الصهد. اش نقول لكم، كانت عليا بحال الثقله، قلت خاصني نبدا. المهم البنات ملي كيكون الفطار الصراحه كنجبد كل شيء نهار كامل، كنخصو خاصني نحيد الحوايج، نقاد الحوايج بناتي وحوايج راجلي وحوايجي. الساعه راكم عارفين بزاف عليا الصراحه مع الفطور وهادي وشله شله البنات طيبين البنيات. المهم ما عنديش الوقت هنا اليوم غير مع حوايجي، ندوز نجبد كاع دوك الكسيوات ديالي. البنات عرفتوا شله ملحت هنايا، اختكم شله حوايج ما كنلبسهمش وشي حاجه اللي ما كتسخاش عليا حتى هي. المهم اللي ما كتسخاش عليا اللوحه المهم ما كنلبسهاش. المهم هنايا راني عزلت البنات كيف ما كتشوفوا، حوايج البرد طلعتهم الفوق كيف ما لاحظتوا، كنت دايره كرسي وواحد بيجامات التريكوات كاع طلعتهم الفوق، وشي حاجه درتها في الفاليزا وشي حاجه البنات لحتها صراحه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا البنات غنبدا نجبد في القويميجات نعلقهم على حساب هذوك الحاجه اللي ما كتطواش كتخسر لك ملي كدي طوي كيطيح لك هذاك الشيء. المهم كاع دوك اللي كيتملمصوا علقتهم كيف ما كتشوفوا. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم الحريره على طريقتي. البنات بزاف البنات اللي كيجي زهره شاركي معنا الحريره دائما كنبغي نشاركها معكم. ومهم ما كنبغيش بحال يجيكم الفيديو طويل. المهم هنايا حطيت لكم كلشي المقادير معكم دقه دقه. المهم هنا البنات عندي الحمص اللي شديته فركته، الصراحه انا ما كنديروش دائما نفرك غير ملي كنتشهاه نفرك، يعجبني البنات غير عادي. والبنات اللي كيصيبوا صعوبه بحكم في التفراك احسن حاجه كندير لي انا كنكون دايره في الكونجيلاتور كنجبدوا البنات تيدوب وبسرعه كيتحيد ليه الجلف ديالو. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي تقريبا واحد الزلافه متوسطه ديال الحمص، على حساب انا البنات كندير يومين الحريره، يومين كنديرها في الثلاجه بلا ما نبقى حيت راجلي عزيزه عليه انا الحريره وانا عزيزه عليا الحريره صراحه. هنا عندي البنات الكراكس والربيع شديتهم طحنتهم، هذه كتسهل الصراحة. الزربي وهنا عندي البنات مطيشة كندير البنات هنا عندي نص قرعة، كندير هنايا نص قرعة ديال الصلصة ما كاملاش نص قرعة. وهنا عندي البنات واحد الزلافة تقريبا غنشدها غنطحنها حيت عندي هاد
هذه ديجا مطحونه وهذه عندي انايا ما عطيتيش ليها، غتشديها غتقطعيها او تسلقيها تحيدي ليها الجلف ديالها وطحنيها كيف ما كتشوفوا. انا عندي هنايا مقسومه كيف ما كتشوفوا، غنعاود نطحنها سينو غتجيني غتجيني غليظه ما تجي زوين. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا غنطحنها ونرجع معاكم. صافي من بعد ما طحنتها نتوما ربعه المطيشات البنات اللي غتشدوهم تحيدوا ليهم الجلف ديالهم، تقدروا تسلقوها تقدروا بلاش، غتحيدوا لها غير الجلف ديالها صافي. وطحنوها. المهم هنايا عندي واحد تقريبا بصله متوسطه، غير انا عندي البصله كبيره خديت النصف ديالها حتى هو اللي غنشدها غنطحنها. اش قلت لكم هاد الطحانه كنت خديتها من ليدر، كتسهل كتعاون الفرن ديال الصراحه كتسهل لك الماموريه. ما غنطحن بلا ما نغسلها بلا والو. صافي طحنت هذيك البصيله حتى هي غنضيفها. هذه البنات حريره مزابيه كيف كدير ليها الام ديالي، واخا كبيره كتجي فن بلا ما كتشحري حتى حاجه، كتجي واعره 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 في المذاق البنات. صافي غندوزوا البنات بالنسبه للعطريه اشنو كندير فيها. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي زهره ما كيطيبش ليها الحمص، انا دائما حيت كناخذو من السواق كيطيب ليا، لما طابش احسن تفركيه لما كانش كيطيب. وحاجه اخرى ما تكثريش الملحه، حاولي ديري شويه الملحه ملي تبغي طيب الحريره، ما تزيدي حتى يطيب الحمص حيت بعض المرات الملحه ما كتخليش الحمص يطيب. صافي هنايا البنات غندير واحد نصف حيت عندي هاد الملعقه راه صغيره ولكن راه من حجم كبير كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا البنات غندير النصف ديال البزار. هنا البنات غندير النصف ديال التحميره، عندي هنايا النصف ديال الخرقوم، وعندي النصف كيف ما كتشوفوا ديال سكينجبير. الا كانت عندكم ملعقه نتوما صغيره غنديروا معلقه صغيره معلقه صغيره، وغندير هنايا شويه الملحه الحال. وغندير البنات ضروري من السمن، السمن هذا البنات كتجيبوا لي امي كنوصيها دائما، ولا كنمشي ملي كنمشي عند جده العروبيه ملي كنهبط للمغرب، او كنوصي الوالده ملي كتمشي عند جده كتجيبوا لي السمن مزابي البنات ضال حر حر واعر ديال جدة تبارك الله عليها يديها زوينة. خلي الناس كبعض الناس كتجي شي سمن ما كيكون زوين صراحة. هذا البنات واعر في الكسكسو كيجي فن ديال جدة، ما كيعجبنيش شي سمن ديال جدة كثر، ما عرفتش واش حيت امي ولا ما عرفتش. المهم انا البنات غندير شويه الخرقوم تقولي الناس الخرقوم، ولكن ضروري البنات ما كتجيبليش الحريره الا ما كان شويه الخرقوم شويه. صافي كانت هذه الحريره ديالي درت لها القوا كلشي، غنضيف عليها دابا الماء صافي. هانتوما البنات ما كندير فيها لا زيت لا حتى حاجه، بركه غير هذيك السمينه ومازال غنزيد فيها شويه الماء صافي وغنسد عليها. كيف قلت لكم عليها واحد شويه ضروري تسد عليها واحد شويه، عاد غندير العدس على حساب عندي واحد العدس بصراحه كيطيب، غير تسدي عليه طفي البوطه وتسدي عليه صافي كيطيب غير على داك السخونيه. هادشي اللي كاين صافي. كانت هذه هي الحريره اللي شاركت معكم، وان شاء الله ملي بغيت ندورها نتلاقى معكم. غندوز دابا نصوب معكم واحد الدجاج. هنا البنات غندوز نشارك معكم، بغيت ندير واحد الدجيجه في الفران هانتوما، بغيت نشارك معكم التتبيله. صابرين خلي على باباك جنات. المهم هنا البنات عندي الربيع كيف ما كتشوفوا لي شديتو قطعتو درت واحد التويمه. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي حرام الثومه ديرها في رمضان، شكون قالها لكم البنات بان الثومه حرام؟ الثومه مكروهه في رمضان، هادشي اللي كاين البنات. انا درت غير شويه، انا ما كنت انا ما كنستخدمهاش بزاف في رمضان غير البنات الا كان الدجاج ما كيعجبنيش بلا ثومه، هادشي اللي كاين. المهم هنا اشنو غندير، غندير البنات شويه المليحه حيت الدجاج غاسلها بالملح، غندير سكنجبير الخرقوم هذا سكنجبير بزار
كندير فيها البنات واحد شويه، ها انتم رص معايا القضيه ديال القرفه وغندير فيه واحد شويه شويه السمنه البنات، وغندير هنايا نسيها شويه الزعفران. صافي هنا عندي البنات العطريه الحوت، عطريه الحوت هانتوما البنات اللي كيسولوني فين كيجينا البنات، راه كنوريها لكم ديما ما عرفتش حيت ما كتفرجوش ليا في الفيديو كامل ولا ما عرفتش. المهم هانتوما عندي العطريه الحوت. صافي هنايا البنات عندي الحامض مصير، ثم ناخذ اللب ديالو صافي. هانتوما البنات درت واحد نص تقريبا ربع ديال الماء، كنديرش الزيت على حسب باش تدخل ليه العطريه الدجاج. صافي وغندخل ليه مزيان البنات. كانت هذه الدجيجه ديالي ما قطعتها مزيان صافي، غنديرها في هذيك الويميله ونضيف عليها العطريه. نضيف عليها البنات شويه زيت الزيتون، نضيف عليها البنات زيت الزيتون فين تقلى ليا، وعاد غنضيف عليها البصيله اللي غنشدها غنطحنها ثاني في واحد البصله كبيره. البنات كيف ما كتشوفوا انا درت دابا العريسه صافي، غنسد عليها حتى ندورها ان شاء الله. صافي هنايا البنات بغيت نوريكم هانتوما الدجيجه، غنغاس عليها الوضعيه كطيب، وهنا درت البنات الخضره. المهم تسلق ليا واحد شويه البروكولي والقرفه غير شويه، نحيدهم وندير خيط ان شاء الله. الناس بغيت نوريكم هذا العجين ديال البيتزا عنده يومين وبغيت نشاركه بالضروري، ما نشاركوا البنات مع البنات. المهم كان عندي في الثلاجه، كنت قلت لكم البنات العجين ديال الثلاجه خليوه في الثلاجه راه ما يخسر لكم ما والو، غتجيكم بيتزا احسن خليوه يومين. المهم لتحت ما تفوتوش في يومين البنات، ما عمري جرب نقول لكم انا كنخلي يومين كندير واحد السوبيرو ونخليه. المهم انا دابا البنات غنقادو ان شاء الله غنوريكم الشكل النهائي ديال البيتزا، وباش الاخوات بحال هكا كيسهل لكم الامر البنات. دائما بحكوا العجن تعجنوا بالزيت، وانا اليوم ما كيف شفتوا عندي الدجاج عندي حريره العجينه ديجا عندي موجوده، غنجبدها غنديرها وان شاء الله نوريكم البنات كيفاش كتجي فخخه وتجي فنه. هما البنات كيف ما كتشوفوا ها الحريره ديالي طابت، ثم الحمص طاب، العريسه طابت صافي. من بعد ما خليتها زدتها واحد شويه كما كانت وكحات، وغندير عليها الشعريه. الشعريه غير عاديه البنات، غير سباغيتي طويله كملت ليا هذيك الاخرى، غير سباغيتي شديتها هرستها هي اللي غنضيفها. ثم نحرك نخليها تطبخ واحد شويه عاد غندورها تطبخ ليا الشعريه، وعاد نرجع معاكم. صافي هنايا البنات درت الدقيق، دائما كنديرو في هاد القراعي كنحتفظ بهم ما كنلوحهمش، كينفعوني في رمضان غير كنديرهم صافي وكنلوحهم. صافي كما كتشوفوا درت الفورص، درت عليه الماء وكنخلطها مزيان، كتجيني ساهله هذه كنصدق كتجيني ساهله. صافي كتشوفوا كنحيدها كنحطها الغرض، كنحيدها من البوطه البنات ملي كندورها، ما كندورهاش وهي كطيب سينو كتكور لكم البنات العجينه. صافي كناخذ هاد الشبيكه فهمتوا باش تحبس ليا هذاك، باش تحبس ليا هذوك الكويرات كيف ما كتشوفوهم باش ما يطيحوش ليا. هما صافي هانتوما صافي، بقى ليا دابا نحطها في البوطه
طيب مزيان. كيف ما كتشوفوا البنات خريطه طابت لي الدجيجه، غندهنها بشويه الزبده كيف ما كتشوفوا، وغندهنها بشويه لاصوص الصوجة، وغندير معها شويه شويه البطاطا البنات هي في الفران ما سلقتها ما والو. عندي هذيك البطاطا اللي كنت شاركت معكم خديتها من ايوروسبين هي اللي غنديرها البنات، غير تبلتها بشويه زيت الزيتون وتبلتها باليزير وتبلتها. بانكم البنات بغيت نوريكم البيتزا كيفاش كتجي هانتوما. المهم بغيت نوريكم البنات باش تشوفوا يعني العجين ديال يومين، شوفوا كيفاش كيجي هانتوما كيفاش كتجي. كما كتشوفوا البنات كان هذا هو الدجيج عندي، ضفت عليه هذيك الدغميره كيف ما كتشوفوا البنات، جا كيشهي صراحه كيف ما كتشوفوا البنات اللي جات كتشهي صراحه. كنتمنى تجربوها على طريقتي وردوا عليا الخبار البنات، حريره مزابيه على حقها وطريقه هادشي اللي كاين اخواتي، يعني بلا لحم لا حتى حاجه كتجي لذيذه. كيف ما كتشوفوا كان هذا هو الفطير ديال نهار اليوم. بالنسبه للخضيره البنات شحرتها غير شويه زيت الزيتون ودرت عليها البنات شويه الربيع صافي، وكان هذا هو الدجاج كيجي.
الصراحه لذيذ، تبعوا غير هالطريقة الطريقه اللي درت لي انا البنات، وتتبيله الحوت كنأكد لكم عليها راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. هادشي اللي كاين خواتاتي، اللي عجبكم دائما الفيديو كنقول لكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وما تنساوش انني احبكم في الله. قبل عليكم كنتمنى تجربوا الحريره ديالي البنات وتردوا عليا. السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم.